الناس تحبها بزاف هذه البيتزا، لاخاطش مشهورة عندنا في العاصمة لا باللي بيتزا كاي شعبية تاع الحي الشعبي الجزائري. احنا الشعب الجزائري لا بريفا تاعنا نحبو البيتزا كاي، نجي من الناحية الأولى من ناحية السعر تاعها منخفض 20 دينار ماشي حاجة كبيرة، وأمام تو بنينة. عندنا بيتزا سامبل بالزيتون، عندنا بيتزا فرماج، عندنا بيتزا حارة اللي الشعب الجزائري قاع يحبها هي ولونشوا. الشعب قاع يحبوها البيتزا الحارة ولونشوا قاع يحبوها، وكاينة فرماج وكاين اللي يحب الطون نفاريو لهم شوية شوية. نروح عندنا نخدموا لاباط تاعنا، ما حاجة سامبل ما فيها والو، الاخر فاينة زيت الخميرة تاعها شوية سكر لاصوص تاعها، نخدموا لاباط، نخدموا لاصوص تاعنا طوماطيش خضرا نحوها ما نطيبوهاش نديروها ديريكت فوق الاخر السنيوة تاعنا ونطيبوها شمنا نزيدوها. احنا ديما هنا على اساس كانت السلعة بسومة، كي زاد الفري دوك ولينا احنا نتقبلوا الخسارة مش زابون. الزبون لاخاطش اللي راح يجي ياكل بيتزا كاي هذه تاع 2000 فرانك لا بريبار الانسان البسيط اللي يجي ياكل البيتزا كاي هذه ولا كارانتي لي زاتيك اللي نخدموهم. كون زيدوا له في البيتزا بينضى الزوالي، واحنا زواولة مش حابين نقول لك.